يعني هني وقت كنا بعفرين نزحنا وجينا لمناطق الشهباء. هلا يا ترى هالشعب هذا وايش بده يصير بحاله؟ ايش بده يصير حاله يعني؟ يعني بدك ترجعوا تعملوا مجازر ثانيه بحق الشعب المدني العزل، ناس يعني ما لهم علاقه باي شيء، ليش عم تحاربونا؟ نتمنى من الدول هي كلها كمان توقف اردوغان عند حده، حاج بكفي يعني، وين نروح نحن بحالنا؟ لا يعني كل يوم الثاني ضغط، كل يوم الثاني طيارات مسيره ولا استهداف المدنيين، بكفي يعني نحن رح نضل، وايش ما يدي يسوي فينا يسوي، بس ان شاء الله بيجعل كيده بنحره. بعدين عم بحكي على منطقة الآمنة، وين منطقة الآمنة؟ بدي يجيب السوريين يحطون هون وبعفرين، بعفرين كل 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 يوم في انتهاكات، في ايش ما بدك فيه، في اغتصاب، في قتل، في تهجير، في كل شيء. هو بده منطقة آمنة، منطقة آمنة بده يحتل سوريا، هو ما بده منطقة، مش منطقة آمنة، يطلع السوريين من عنده يجي يساوي منطقة آمنة هنيك على اساس منطقة آمنة، بس بده يحتل سوريا هو. كل بداري دي سو تهديد ده ما تهديد دي انت يوني تشجمع ده خوزي عم نزونه ملو وارس ساكي بمنطقة القوتن عسكري الجمال بره هاي قوتي نيزوم هاي قوتي روسو هاي تم حاجاتو ده غري ده بي قوتي قوتي كرموج قوتي كرموج البرتن هاي ملاتي كرموج كوجبار لبر هاي تشجمع ده خوزي بي دولتنا علماء عجب نو بينا يوني دنيا قشت چابين خود دوم روندنا تر تر دي ده اردوغول لكي كي مجبر بشينه كداري. الرسالة الثانية بحب أوجهها لدول العالم، للأمم المتحدة، لمجلس الأمن، للمنظمات الحقوقية، للدول الراعية الكبرى، الدولة الروسية والدولة الأمريكية. من أين مواقف الدول؟ موقف قلق، موقف إدانة، موقف كلها مواقف ضعيفة. نريد مواقف قوية من المجتمعات الدولية الكبرى، من أمريكا، من روسيا اللي هي بتمثل الاتحاد السوفيتي السابق وجمهورياتها، لإنهاء المعضلة والمشكلة السورية نهائياً وأبداً.